إذن كما قلت وأذكر بموضوع هذا البرنامج وموضوع هذه الحصة هو القانون الانتخابي الجديد وتأثيره على سير العملية الانتخابية، ويلتحق بنا بالهاتف الأستاذ عبد الرزاق المختار أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. مرحبا بك أستاذ على موجات إذاعة المنستير. مرحبا بك وبالمستمعين. إذن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن تعتمد القانون الانتخابي الجديد إلا بعد صدوره بالرائد الرسمي، وهذا يفرض بالضرورة إمضاء رئيس الجمهورية على هذا القانون. طبعا قرار رئيس الجمهورية يجب أن يكون في إطار يعني مدة زمنية لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ صدور قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين، ولكن الفرضيات مطروحة والسيناريوات مطروحة على أكثر من وجه. أستاذنا ماذا تقول؟ ما هي الفرضيات المحتملة في حال أمضى هذا القانون وفي حال لم يمضي سي عبد الرزاق؟ لأن لرئيس الجمهورية مدة 5 أيام لحسم هذه المسألة، يعني مسألة الختم من عدمه، الختم يعني تحول القانون إلى قانون نافذ واجب التطبيق على كل الأطراف المعنية به، وإلا فإن له إمكانية أخرى وهي ما يسمى بالرد، وهو نوع من الفيتو السياسي على النص أو على مشروع النص القانوني المقترح. إذن له في هذه المدة إما أن يقوم برده، ثمة إمكانية أخرى هي مسألة العرض على الاستفتاء. إذا نحن لا نخرج عن فرضيات 3 أن تتعلق أو تقوم على القبول أو الرد أو العرض على الاستفتاء، ولكن بالطبع هذا المتاح القانوني هو محكوم بالضابط السياسي وبالتقدير العام والموضوعي لمجموعة أو لهذه الإمكانيات 3. تقدير من قبل رئيس الجمهورية أستاذ توكس؟ بالطبع هذا التقدير يعود لرئاسة الجمهورية. أولا المسألة هي بحث الملائمة، لأنه دستورية حسب من طرف أي رقابة دستورية القوانين حدود المطاعم بالطبع المطارة وهي عديدة ومتعددة، هذا يعني أنه دستورية النص ثابتة لا لبس فيها ولا ريب يعتريها. المشكلة هي في التقدير، والتقدير هذه التعديلات، وإذن هذا يعتمد أولا على مدى قناعة واقتناع رئيس الجمهورية بهذه التعديلات، على مدى تقديرها لأبعادها لتأثيراتها، وأيضا للخيارات. هي مسألة تقييم للخيارات التشريعية أكثر منها تقييم لدستورية النص. وطبعا في انتظار أنه رئيس الجمهورية يمضي هذا القانون من عدمه، وهذا ربما ما سنتأكد منه خلال الأيام القادمة. نقول إلى حد الآن بالنسبة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قراراتها نقول حاليا هي تعوض المحكمة الدستورية، يعني هي غير قابلة لا للطعن، وهي هي قرارات ملزمة بصريح عبارة النص لكل السلطات العمومية، وهو ما يجعل ما أو ما يرتب نوعا من الحرج بالنسبة لموقف أو نوع من الضغط الاعتباري لموقف رئيس الجمهورية، باعتبار أن مسألة الدستورية إن حسمت فإن رئيس الجمهورية يجب أن يعلل في رده للنص. إذن يجب أن يردد يعلل إجراءه الذي اتخذه برد هذا النص لمجلس نواب الشعب. نعم أستاذ، تحدثت كذلك على فرضية الاستفتاء، هل هي واردة في هذه الحالة؟ لا أظن أنه هو مثلا أنه ربط هذا بمسألة الحقوق والحريات، وباعتبار أن حق الترشح وحقوق الترشح والانتخاب هي حقوق دستورية، فإنه ممكن الاستفتاء بشأنها. لأنه الوضع الحالي هي من ناحية العملياتية البحتة، ومن ناحية نحن نشكو من تخمة انتخابية مراكمة للضغط الانتخابي في هذه الفترة، فما بالك بطرح مسألة الاستفتاء على نص؟ لا أظن
أنه الأمر الاستفتاء مسألة تحكيمية، والتحكيمية عادة هذا المسائل التحكيمية تكون في مسائل مصيرية بشكل كبير، مسائل مصيرية لا أظن أنه أن تتجه نية صاحب المبادرة إلى القيام باستفتاء في هكذا نص. نعم. رغم أهميتي بطبع نحن لا ننتقص من أهميتي، لكن تعلمون أن الاستفتاءات عادة ما تنتج الاستقطابات وتنتج تنتج التقاطعات، وحتى عمليا وتقنيا أستاذ مقبلين على محطتين انتخابيتين مهمتين كالتشريعية والرئاسية، الاستفتاء لن يكون بالأمر الهين والسهل حتى من حتى تنظيمه تقنيا. أستاذ أنا بطبيعة طرحت عليك أسئلة كأستاذ في القانون الدستوري، ولكن أنت أستاذ كذلك في العلوم السياسية، المزاج العام لرئاسة الجمهورية اتجه إلى أين حسب رأيك؟ في اتجاه الإمضاء أم لا؟ ونختم معك قريبا لا بما فيه الكفاية ولا غيره. بالنسبة لمسألة المزاج العام أظن أنه الأكثر حديث عن حسابات أكثر منها مزاجا عاما، وأقدر أنه الوضع الحالي يذهب في اتجاه ختم هذه التعديلات، لأنه رئيس عادة ما عرف باحترامه لقرارات الهيئات الدستورية، وهو حامي بالطبع وحريص على حماية النص الدستوري، وأرى أنه سيذهب في هذا الاتجاه. يبقى أنه الحسابات معقدة، لأنه تعرف أنه التعديلات في حد ذاتها أصابت الكثير من الالتباسات من ناحية التوقيت والملائمة والجانب الأخلاقي أكثر منه من الجانب الدستوري. واضح. شكرا لك أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية عبد الرزاق المختار على هذه الإضافات والتوضيحات. إلى اللقاء.